دابا تقريبا لديو الا غندير ديو غنديرو مع اسماء النور يعني. ف كنقلبوا على شي اغنيه جديده ديجا فاتحتها في الموضوع ورحبت بالفكره. فيا ريت نلقاو الاغنيه اللي حيت هو الاهم حاجه في الديو هو الاغنيه تكون زوينه. فكنتمنى نلقاو شي اغنيه زوينه باش نعرضوها قريبا انا واسماء. تقدر تكون دابا تقدر تكون حتى العام الجاي، ولكن الاغنيه هي المهمه. فبيني وبين اسماء عمرو ما كان اللي كان هو موازين كان خلاف مع المنظمين فتحل وداز الحفل. واخا كل واحد خدا نظره على الارتيست انه بغى يدير شي مشكل، ولكن انا واسماء ما عندنا حتى شي خلاف وحنا صحاب من شحال هادي وباقي صحاب.